يحكم على اللاعب، مجهود سنين للاعب قد تضيعه في احيانا في تسريح او يكون عالي التركيز. الحكم الاثقال يكون تركيزه عالي جدا، يكون قوي شخصيه، قراره نافذ مباشره، وبالتالي انت عندما تلتزم بهذه الضوابط انت بتحافظ على جهود اللاعبين وما تضيعها. صح. وما تهدر جهد سنين. صح. صرفت عليه الدوله دولته وحتى هو بنفسه بهذا. مظبوط. بصراحه انا واجهت مشاكل مع الحكام، وبالصراحه فخور انه في حكام زيك، هذا شيء من جد يشرفني. دحين اخوي محمد انا عندي سؤال لك، انت تكلمت اول عن دعم خادم الحرمين. طبعا في خادم الحرمين وقياده الرياضه طلعوا استراتيجيه لدعم كل الاتحادات، هل ممكن نتوقع نفس النجاح اللي شفناه في طوكيو في نجاح في باريس 2024؟ لسراج تكسب هل سليم؟ الله يخليك. طبعا يعني استراتيجيه دعم الاتحادات هي واحده من المحفزات الكبيره جدا للاتحادات، انها يعني تترجم هذا الدعم وتدخل في بوتقه الحوكمه، وبالتالي انت يعني بتضع لنفسك استراتيجيه بعيده المدى بغض النظر عن وجودك انت كمحمد مثلا في هذا الاتحاد، لكن عندما توجد هذه الاستراتيجية يجب أن تحدد مسار هذا الاتحاد حتى تسلم من إدارة إلى إدارة وأنت في اتجاه واحد، بالتالي أنت بتترجم مقومات دولة ودعم دولة، والعمل ليس فردي لكنه هو عمل مؤسسي. صح. بحت، وبالتالي هذا ينعكس على كل التركيز وعلى وجود لاعبين يمثلون الوطن في المحافل الدولية بشكل يليق. مثلا سراج آل سليم وعديد من اللاعبين ان شاء الله تعالى يعني سترونهم في باريس. سراج طبعا كان في طوكيو ملامس للميداليه، وكان مو حتى البرونزيه حتى الفضيه، ولكن حاله اللاعب في ثواني خسر المنافسه او يعني صار خامس اولمبياد، وهذا الرقم لم يسبق للاعب سعودي ان وصل اليه عموما. واحنا في اتجاه صحيح، احنا معدين سراج اصلا ل 24، ولكن كان الحمد لله جاهزيته عاليه وتأهل لطوكيو بشكل قوي جدا. بس اسمح لي اقول لك استاذ احمد انه نحن كثير فخورين وبنعرف انه باتجاه كثير صح وحلو كل الانجازات السعوديه اللي عم بتصير. طبعا محمد الحربي انت من الشخصيات اللي كلنا بنفتخر بيها، واحنا كمان من الداعمين لكل الرياضيين والموهوبين المميزين زيكم. بشكرك على وجودك معنا في لايف ستايل النهارده. بالتوفيق. شكرا لكم جميعا على استضافتكم يا جماعه. شكرا، نورتنا. شكرا.